متر بآخر ساعة لحقت تسجل ارتفاعات يوم الجمعة بآخر ساعة تداول عندما بدأت أحداث الانقلاب في تركيا. هل هذا التراجع اليوم مبرر، وإلى أي مدى تعتقد أنه هو ترند نزولي أم لا هو تصحيح بترند لا يزال صعودي على الذهب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم السادة المشاهدين. كما ذكرت أن الذهب يعتبر منذ 6 أسابيع أو 7 أسابيع بالتحديد على ارتفاعات متتالية، فمن الناحية التقنية لابد أن يعقب أي عملية ارتفاعات متتالية أن عمليات تصحيح. عمليات تصحيح بدأت من بداية أو من منتصف يوم الجمعة أو الخميس والجمعة الماضي، عندما صدمت الأسواق بقرارات البنك المركزي البريطاني ولم نجد أي جديد في الأسواق، فبالتالي عمليات جني الأرباح مع عمليات تصحيح هبطت بالذهب عند 1320. آخر ساعة تداول يوم الجمعة نعم ارتفعت الأسعار مرة أخرى عند 1337 اقترانا بالأحداث أو بالانقلاب الحادث في تركيا. بداية هذا الأسبوع كما نرى من صباح اليوم الذهب على ضغوط على تراجع يحاول كسر دعم 1320، وأعتقد هذا شيء طبيعي أن يحاول البعض عمليات تصحيح أو عمليات جني أرباح، لكن هل هذا نزول سوف يستمر؟ أعتقد الأحداث الحالية أو الأحداث التي نتوقع أن نتأمل أن تكون فيها أحداث إيجابية سواء يوم الخميس من ماريو دراجي الإي سي بي أو من الفدرال الأمريكي كلها تقول أن الذهب سيظل ملاذ آمن وسيظل على ارتفاعات مهما حدث من تصحيح، نتحدث عن 1320 أو 1308 أو حتى حاجز 1300، لكن في الفترة القادمة سيستمر في الصعود. بلغ 1375 وهي أعلى قمة للذهب حققت 27% ارتفاع من بداية العام، وأعتقد هناك المزيد من الارتفاعات وقد نرى 1400 في الربع الثالث من هذا العام. ذكرت الفدرالي، يعني مهم جدا ماذا سيقوم به الفدرالي، لأنه في حال تم رفع أسعار الفائدة هذا دائما يعتبر سلبي لسعر الذهب. ماذا تسعر الأسواق حاليا؟ يعتبر العائق الوحيد أو العائق الأقوى أمام الذهب وعن ارتفاعات جديدة هو قرار الفدرالي بتحريك أسعار الفائدة. بداية العام أعلن عن تحريك أسعار الفائدة 4 مرات ويتردد في اتخاذ القرار من بداية العام ونحن ندخل على الربع الثالث، فأعتقد كل تأخير في اتخاذ قرار بتحريك أسعار الفائدة يسمح للذهب بتحقيق قمم جديدة. ممكن أن يكون الخامس من أغسطس تلميح أو إشارة أن تكون هناك رفع أسعار الفائدة في سبتمبر أو ديسمبر، وهذا هو سوف يحد من ارتفاعات الذهب، وقد نرى تصحيحات أو هبوط للذهب عند 1250 أو حول 1270. لكن عكس هذا، كلما تأخر الفدرالي في رفع أسعار الفائدة كلما سمح للذهب بارتفاعات جديدة تمتضي 1400 ونتخطاها. العائق أمام أي ارتفاعات للذهب هو قرار الفدرالي. كل العوامل المحيطة بالسوق تدفع الذهب للارتفاع، من زيادة الطلب الفعلي، من طلبات البنوك، من طلبات الصناعية، من طلبات الطبية، كلها عوامل تساعد الذهب على الهبوط. أما تحريك سعر الفائدة فأعتقد سوف يحد من هذه الارتفاعات ونرى مراحل جديدة للذهب عند 1250 أو 1270. قبل أن نتحدث عن اللونج تيرم، بالتصحيح الحالي إلى أي مدى ممكن أن نصل إلى مستويات 1300؟ الذهب من يوم الخميس من بعد قرار البنك المركزي البريطاني وهو يحاول الهبوط هبط عند 1322 يوم الجمعة ويحاول كسر دعم 1320. إذا استطاع اليوم مع افتتاح الأسواق الأمريكية بعد قليل كسر هذا الحاجز ممكن أن ننتظر الذهب عند دعم 1308، ومن بعدها 1300 سيكون حاجز قوي، لأن الكثير ممن فاتهم قطار الشراء ينتظرون هذا المستوى لإعادة الشراء سواء على أسواق المشغولات أو على المحافظة. فأعتقد قوة الطلب الفعلي سوف تقاوم هذه النقطة وهذا الدعم بالعودة مرة أخرى. أما إذا كانت هناك مزيد من الأخبار الإيجابية على الأسواق الأمريكية وشاهدناها الأسبوع الماضي ببيانات الشركات الكبرى، أعتقد ممكن 1290 1270، ولكن هذه مراحل تكون مستبعدة ممكن على نهاية الأسبوع أو في الأسابيع القادمة. لكن الذهب قوة الشراء الفعلي مع الأحداث الحالية تساعد كثيرا للعودة إلى مستويات أخرى، وشاهدناها يوم الجمعة مرة أخرى عدنا عند 1337 في ظل ساعات قليلة من إغلاق آخر جلسة لينوميكس نيويورك الأسبوع الماضي. آخر سؤال عن الفضة، عادة الذهب والفضة نفس العوامل تحدد مسارهما، ولكن هذا العام رأينا قفزات على الفضة أعلى من قفزات الذهب، فأود أن أسمع أيضا رأيك بالتوجه لأنصة الفضة قبل أن نختم.
الفضة حققت ارتفاعات تعتبر فوق التوقعات، إذا تحدثنا عن الذهب 20 أو 27% ارتفاعات، لا الفضة حققت 47% من مستويات 13 و 13.50 دولار، النار ال 21 30 21 40 أعتقد أعلى سلعة تم المضاربة عليها أو حققت مكاسب بداية على هذا العام. الفضة تتأثر بأسواق الحلي والمشغولات وتتأثر بالطلب الصناعي، أضف إلى هذا أن الفضة تتأثر بشدة من عمليات المضاربة أو التداول الإلكتروني، واليوم نرى أن الضغوط على الفضة أكثر من الذهب، الفضة اليوم نزلت إلى 17.70 وهو أدنى مستوى الفضة منذ منتصف مايو الماضي، الفضة تخضع للتداولات الإلكترونية وأحجام التداول الإلكترونية هي المؤثرة بشدة في هذا، ارتفعت عند 21.30 ويوم الجمعة أيضا تأثرت بالأحداث في تركيا وصعدت مرة أخرى عند 20.20، لكن اليوم عمليات جني الأرباح مع عمليات المضاربة الإلكترونية هبطت بها مرة أخرى دون ال 20 دولار، وأعتقد إذا استمر التصحيح في الفضة ممكن نرى 19.50 أو كسر حاجز 19، لكن في العموم يعتبر أفضل سلعة معادن ثمينة أو سلعة استثمارية في العموم حققت مكاسب، وأعتقد الأنظار سوف تتجه إليها أو السيولة سوف تتجه إليها للمضاربة وليس كملاذ آمن. شكرا جزيلا لك سيد رجب حامد الرئيس التنفيذي لشركة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة.